أهلا بكم. لسه هري المصريين ما زال في تصاعد مستمر، زي ما كانت لقطة العيد على الراجل اللي كان بيصلي على العجلة بتاعته، وزي الدكتور اللي كان هينتحر بسبب برضو هري المصريين والسوشيال ميديا. النهاردة الهري كتير قوي على لقطة مباراة الزمالك وديكادها في بطولة في الدور الأدوار التمهيدية لبطولة أفريقيا. طبعا الزمالك كسب 6-0، يبقى مجموع المباراتين 13-0. الجماهير في المدرجات فرحانة، سيدة قاعدة مع عائلتها. لقطة المباراة حظها سيء ان المخرج جابها وهي بتشرب سيجارة. طبعا دي حرية شخصية، تشرب ما تشربش دي بتاعتها، ما نقدرش ننتقدها خالص، لكن بننتقد الناس اللي عمالة تتكلم كتير وعمالة بتشير في الصورة. يا جماعة أرجوكم اهدوا، وللمرة المليون احنا بنقول انا ما بحطش الحاجة دي علشان السيدة نفسها. لا يا جماعة احنا بنقول خلوا كل واحد في حاله، مش عايزين حد يتعب بسبب الهري اللي انتوا بتعملوه ده. كفاية الناس اللي تعبت قبل كده واتأذت قبل كده، اهدوا اهدوا بالله عليكم اهدوا. يعني انتوا معرضين نفسكم ان انتوا تبقوا مصدر سخرية في يوم من الايام، لو حد لقط لكم صورة بطريقة ما او بطريقة عفوية ونزلها لكم على السوشيال ميديا، فاهدوا.